السلام عليكم. دلوقتي لو احنا عايزين نعمل سلم صغير، المساحة الصغيرة اللي احنا نعمل فيها السلم، فخلينا نبدأ نعمل المشروع بتاعنا. نرسم فيه سلم عادي، ونرسم برضو سلم اللي هو يكون قصير أو مساحته المساحة المتاحة ليه قليلة. طيب خلينا نبدأ نرسم ستير اهوت، ده من ليفل 1 لليفل 2. خلينا نقول له يونت، ونشتغل بالمليمتر. اوكي. طيب ده كده السلم اتعمل. اقول بعد كده انا عايز ارسم ستير، واجي هنا ايه طيب، وهعمل نوع جديد دوبليكيت واسميه شورت ستير. طيب هنا الهاي الارتفاع ده انا عايز ازودها، خليها مثلا 250. تمام يعني طبعا كده مخالف للكود للسلالم العادية، بس ده حاجات استثنائية مثلا، أو حاجات مش معمولة لأماكن سكنية، أو مش معمولة لسلالم هروب أو حاجات زي كده. طيب الديبس بقى بتاعي اللي هي الحتة دي بقى اللي أنا هصغرها، أخليها مثلا 150 مثلا. تمام طيب. زي ما قلنا برضه ده مخالف ليه الكود، بس تجاوزا بسلم معين يعني. اوكي وابدا ارسم السلم بتاعي برضه من ليفل 1 لليفل 2، مفيش حصل اي اختلاف، بس هو شكله ده. طيب هو اوكي. طيب تعال ناخد سيكشن هنا اهوت، جوت فيو، هتلاقي السلم هنا اهو، ده من ليفل 1 لحد ليفل 2، ودوت برضو من ليفل 1 لحد ليفل 2، بس صعب شوية. ده بيبقى مثلا محطوط لأغراض معينة في منطقة معينة، مش هيتحسب بقلب سلم هروب وكده. طبعا ده المقاييس الطبيعية اللي موجودة في الستاندرد في الكود، وبتختلف طبعا حسب ده مستشفى او نوعها ايه وهكذا. انا بس حبينا نشوف لو عايزين نعمل سلم في مساحة صغيرة ايه اللي احنا ممكن نعمله. طبعا لو انسان كبير في السن وحاول يطلع على السلم دوت هيبقى صعب جدا بالنسبة له، فهو ده مش ينصح بيه.